في قوله سبحانه وتعالى في المنافقين: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. يقول: ما نوع الشرك بالنسبة للمنافقين؟ أخلصوا دينهم لله، لأن المنافق يرائي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، رياء الشرك، يراؤون رياء شرك، يعني يقصدون بعبادتهم مراءة الناس ومدح الناس لهم أو إعطاهم شيء من الدنيا، فهذا هو الرياء الذي هو شرك أكبر، رياء المنافقين. فمن تاب من هذا الرياء وأخلص دينه لله تاب الله عليه. نعم.